بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله المتصرف في الكون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. العبادة حق خالص له سبحانه، أحمده على نعمه ونشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقدم حجاج بيت الله الحرام من بلدان شتى قطعوا المسافات الطويلة، يرغبون في أن يؤدوا ركناً من أركان الإسلام ألا هو الحج إلى بيت الله الحرام، استجابةً لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً، وتلبيةً لنداء إبراهيم عليه السلام: وأذن في الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويقدم الحجيج استجابةً لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب في الناس وقال لهم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، وبين أن أركان هذا الدين تشتمل على حج هذا البيت، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، كما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحج له فضل عظيم وثواب جزيل، فبه يحط الله الآثام والذنوب التي تكون على العبد، وبه يرفع الله درجة العبد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن معاني الحج المبرور أن يؤدى على عقيدة صافية بإخلاص لله جل وعلا، وأن يتابع فيه النبي الكريم، وأن تجتنب المحظورات، وأن يبتعد عن الذنوب والمعاصي، وأن يفعل الخير والمعروف والإحسان في هذه المواطن، وأن يحسن الإنسان بقية أيامه بعد أدائه لنسكه. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاج يولد بميلاد جديد عند أدائه لهذا النسك على أكمل الوجوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، خاليا من الذنوب، سليما منها، باقيا على فطرته الأولى. ومن هذا المنطلق ينبغي بنا أن نجعل هذا الحج
مغيراً لحياتنا، وأن نبتدئ بحياة جديدة أفضل من حياتنا الأولى، لأننا رجعنا من حجنا وقد تجردنا من ذنوبنا وقد غفرت سيئاتنا وتجاوز الله بفضله عن خطايانا. وينبغي بنا أن نستفيد من هذه الرحلة، رحلة الحج. رحلة الحج ليست رحلة سهلة، بل فيها ما فيها من بعد عن الأهل والأقارب وترك للدنيا وبذل للأوقات وتعرض للزحام، وفيها ما فيها مما الله به عليم. ومن ثم علينا أن نستفيد من هذه الرحلة في تصحيح أمورنا وفي جعل حياتنا الباقية على أكمل الوجوه وأتمها. غفرت ذنوبك فلا تعد إليها مرة أخرى. ومن الجوانب التي ينبغي بنا أن نستفيد من الحج فيها أن يؤثر على معتقداتنا، فإن الشيطان يضل العباد ويدخل في قلوبهم أموراً تتنافى مع المعتقد الصحيح. ولذلك علينا أن نعود مرة أخرى فنستفيد من حجنا. وسأضرب لذلك عدداً من الأعمال القلبية التي يمكن أن نصحح بقية حياتنا من خلال استفادتنا لها من موسم الحج. فأول ذلك جانب التوحيد بإفراد الله بالعبادة. أول ما دخلت في النسك لبيت بتلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فانظر كيف كانت التلبية لله وحده، وكان أهل الجاهلية يشركون في التلبية فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية الشرك إلى تلبية التوحيد. ثم هكذا في سائر مناسك الحج تستحضر أن عبوديتك لله، لماذا تتجرد من المخيط لله؟ لماذا تترك شعرك وظفرك والطيب؟ تتركه لله مخلصاً لله وحده، تعبد ربك بذلك. لماذا تقف في عرفة وتبيت في منى ومزدلفة؟ لماذا تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة؟ لماذا ترمي الجمار وتذبح الهدي؟ كل ذلك تفعله لله مخلصاً له سبحانه، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن أخلص لله في عباداته أعظم الله أجره. من ترك الإخلاص في العبادة يمكن أن يذهب أجره كله. وأريد لذلك أمثلة. بعض الناس يقف في هذه المواطن ليصور فيرى أنه وصل إلى البيت وحج عند الخلق، لا يكون مقصوده إرضاء الله ولا الحصول على الأجر الأخروي. ومن ثم
لا يؤجر على ما يؤديه من الأفعال الصالحة في هذا الموسم العظيم. ومن المعاني القلبية العقدية التي نستفيدها في هذه المواطن التجرد من الدنيا والسعي للآخرة. الدار الحقيقية هي الآخرة، فهي الحيوان، وهي الحياة الحقيقية الكاملة، وهي التي فيها الخير العظيم، وفيها النعيم المقيم، وفيها الفوز الكبير. ومن ثم فالمؤمن يجعل الآخرة بين عينيه، يتعلم من الحج كيف يخلص في نيته لتكون مقاصده أخروية، يريد ما في الجنة ويريد الهرب من نار جهنم. تركت بيتك، تركت أولادك، تركت زوجتك، تركت أعمالك التجارية، تركت وظيفتك، تركت جيرانك، لماذا؟ لله جل وعلا، لتستعد بهذه الرحلة للآخرة. وعندما يستشعر الإنسان أن رحلة الحياة تماثل رحلة الحج، فهي أيام قليلة، حينئذ يستعد للآخرة. وقد قال الله جل وعلا عائباً على أولئك الذين تنحصر مقاصدهم في الدنيا، ومن أراد، يقول جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولا يعني هذا أن من أراد الآخرة فإن الدنيا لا تصل إليه، لا، من أراد الآخرة فسيجعل الله الدنيا تصل إليه وهي راغمة. ولذا قال تعالى: كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ولذلك علينا في هذه المواطن أن نستشعر الاستعداد للآخرة والتهيؤ لها، نريد بذلك رفعة الدرجة في تلك الدار. وانظر لقول الله عز وجل في ثنايا آيات الحج: فمن الناس من يقول ربنا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولذلك تذكر الآخرة، فإن إحرام المرء يذكره بوقوفه عارياً في موقف العرض يوم القيامة في عرصات ذلك اليوم. يتذكر الإنسان وقوفه بين يدي الله يسأله عن أعماله ويقرره عليها: لما فعلت كذا في يوم كذا؟ ولما أقدمت على كذا؟ ولما آذيت فلاناً؟ ولم تركت الإحسان؟
ومن المعاني العظيمة التي يستشعرها الإنسان بقدومه إلى هذه المواطن أن يشكر الله عز وجل على نعمه، فإن الله قد أنعم علينا بالنعم الكثيرة، وبالتالي علينا أن نشكر هذه النعم، فنعم الله علينا تتراء. وأنت يا أيها الأخ الكريم امتن الله عليك وجعلك تتمكن من الوصول إلى بيته الحرام، وتتمكن من الطواف بالبيت، ومن الوقوف بعرفة، ومن أداء النسك. كم من عباد الله في مشارق الأرض ومغاربها يتمنون أن يكونوا في مقعدك الآن. لذلك هذه نعمة عظيمة من الله عليك. وهكذا عندما تلتفت إلى من حولك تجد أن الله ميزك بنعم لم يحصل عليها غيرك، تجد المقعد، وتجد الأعمى، وتجد الضعيف والمريض، وتجد من ميزك الله عليه بصنوف من النعم، وبالتالي عليك أن تشكر الله على هذه النعم. وقد قال الله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم، وقال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، فالله يرضى عنك عندما تشكره على نعمه. وشكر الله يكون بالاعتراف بالقلب أن هذه النعم من عند الله، وبالتالي نقطع الطريق على الشيطان عندما يريد أن ينفخ في نفوسنا موهماً أن نعم الله بسبب أن نعم الله كانت منا وبقوتنا. يقول قائلهم: كسبت الأموال العظيمة بمهارتي وقدرتي. لا يا أخي، إنما أعطاك الله إياها وتفضل الله بها عليك، فإن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. كم من عباد الله من هو أحسن عقلاً منك وأكثر قدرةً على التصريف، ومع ذلك لم يصل إلى ما وصلت إليه. ومن ثم عليك أن تشكر الله على هذه النعمة، ولا تكن كمثل قارون الذي خسف به وبداره الأرض، لأنه مع كثرة نعم الله عليه إلا أنه جحدها ونسبها إلى نفسه، وقال: إنما أوتيته على علم عندي. ما هي عاقبته؟ خسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وكذلك من أنواع الشكر الاعتراف باللسان بأن هذه من عند الله، فتحمد الله وتشكره بلسانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقد قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ليس معنى أن تتحدث بها على جهة الافتخار والبغي على العباد، وإنما تتحدث بها على جهة نسبتها إلى الله، وعلى جهة الاعتراف بأنها من عند الله، وعلى جهة الثناء عليه سبحانه. ومن أنواع الشكر أن تصرف هذه النعم في مراضي الله، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي
الشكور. ومن ما نستفيده من هذا أن يترك الإنسان التكبر والتجبر على عباد الله. أنت وجميع الحجيج بمنزلة واحدة، ثيابكم واحدة، وتجردتم وخضعتم لله جل وعلا وقطعتم ما بين هذه المشاعر طاعة لله عز وجل، فحينئذ يعرفك هذا بقيمة نفسك، ويعرفك هذا بأنك واحد من عباد الله كأي واحد من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وذلك أن ترك هذه الصفة يورث الندامة دنيا وآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي جحده وعدم الاعتراف به، وغمط الناس أي احتقارهم والتقليل من منزلتهم والتقليل من أعمالهم، فهذا من الكبر الذي يتنافى مع مفهوم التواضع الذي أمرنا به، والذي ينبغي بنا أن نستفيده في قدومنا لهذه المشاعر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. ومن المعاني التي نستفيدها في هذا الموطن ونصحح عقائدنا بها أن نستشعر مراقبة الله لنا، فإننا في هذه المواطن نتجرد، وبالتالي لا يكون عندنا شيء نستطيع أن نوهم أنفسنا بأننا نخلص من مراقبة الله لنا. واستشعار مراقبة الله عبادة عظيمة النفع، فإنها تحمل الإنسان من أنواع المعاصي والذنوب، والله جل وعلا مطلع علينا. هل يخفى عليه حال من أحوالنا؟ لا والله لا يخفى، حتى ما في صدورنا من الاحتمالات والهموم والواردات والخاطرات يعلمها رب العزة والجلال، كما قال تعالى: يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكما قال سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وكما قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. والإنسان باستشعاره لمراقبة الله له يصل إلى أعلى مراتب الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم مراتب الدين إلى ثلاث بسؤال جبريل عليه السلام: أولها رتبة الإسلام، وثانيها رتبة الإيمان، وثالثها رتبة الإحسان، وهي أعلاها. ما هي رتبة الإحسان؟ أن تعبد الله
كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن المعاني العظيمة العقدية التي ينبغي أن نستفيدها في هذا الموطن الخوف من رب العزة والجلال، الخوف من الله. تخاف أن لا يقبل حجك، وتخاف أن تنزل بك العقوبات، تخاف ممن؟ من الله. فإن مقام الخوف من الله مقام عزيز الشان رفيع المقدار، ولذلك أمر الله عز وجل به وبين أن أعلى الخلق مراتب وهم العلماء يمتازون في هذه الرتبة على غيرهم من الناس، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكما قال جل وعلا في وصف العلماء: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكما قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن المعاني التي يشتمل عليها حج بيت الله الحرام وتصح بها عقائدنا الإيمان بصفات الله، بأفعال الله عز وجل وبربوبيته. من الذي خلقك؟ الله. من الذي يرزقك؟ الله. من الذي يتولى تصريف أمورك؟ الله. وبالتالي تمتلئ قلوبنا من الإيمان بأن الله هو النافع الضار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقام المرفوع عند ربه يقول الله عز وجل له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فلا ينفعك إلا الله. وفي الآية الأخرى يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فإذا علمت أن النافع الضار هو الله لم يلتفت قلبك إلى القوى الأرضية، لأنك اعتصمت بالقوى، اعتصمت بالإله صاحب القوى العلوية التي لا يكون عند الناس من قوة إلا بتصريف الله وخلقه لها. ومن ثم لا تخف من أحد من الخلق كائنا من كان، مهما كان عنده من سلاح أو كان عنده من رجال وعتاد، إنما تخاف من الله أن يسلط عليك العدو.
ولا تخف من ذلك العدو، لأن هذا العدو تحت قبضة الله وفي أمر الله. فلا تخف من حيوان مفترس، ولا من دولة كبرى، ولا من تنظيمات سرية، ولا من غيرها. وهكذا من معاني الحج القلبية العقدية الرجاء، فتعلق رجاءك بالله بحيث تؤمل في فرج الله لك في كل لحظة، وتؤمل في إمداد الله لك من علم ونفع، لأنك تريد بذلك وجه الله. فالمؤمن إنما يرجو الله ويتوكل عليه، لأنه يعلم أن الله هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. ومن المعاني القلبية العقدية التي يستفيدها الحجيج عند ورودهم لهذه المواطن أن يتعلموا الصبر، وأن يتعلموا الإحسان إلى عباد الله ولو آذوهم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الصبر عبادة عظيمة الشأن، تشتمل على حبس النفس عن الجزع عند حلول المصائب، وتشتمل أيضا ربط النفس على طاعة الله الواجبة وإبعادها عن المعاصي والمحرمات. إذا التفت قلب الإنسان إلى الله واعتقد أنه النافع الضار صلحت أحواله بإذن الله. ومن المعاني التي يشتمل عليها حج بيت الله أن يكون الإنسان محباً لله، محباً لما يحبه الله، يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه: والذين آمنوا أشد حباً لله، والذين آمنوا أشد حباً لله. ومن ثم فنحن نحب الله، ونحب العمل الذي يحبه الله، ونحب من الخلق والبشر من يريد الله منا أن نحبه، ونرتبهم على وفق ذلك. ففي أعلى المقامات من مقامة البشر في المحبة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب الناس إلي إلا نفسي، قال: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى من نفسك. فقال: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي وصلت الرتبة بهذه الكلمة. ومن المعاني العقدية التي نستفيدها من رحلة الحج أن نداوم على الاتصال بالله عز وجل،
أليس الله هو الرزاق وبالتالي نطلب منه الرزق؟ أليس الله هو المتصرف في الكون فنطلب منه أن ييسر أمورنا وأن يكفينا الشرور؟ وهكذا من المعاني القلبية العقدية التي نستفيدها من رحلة الحج أن نتعلم التسليم لأوامر الله، فإذا جاءنا أمر من عند الله قلنا سمعاً وطاعة، سمعاً وطاعة، سمعاً وطاعة. بعض أعمال الحج له فائدة لكننا لا ندرك فائدته، فنقدم عليه طاعة لله، لا ننظر إلى أهوائنا ورغباتنا، وإنما ننظر إلى ما يحبه الله جل وعلا. تطوف بالبيت 7 أشواط، لماذا 7؟ لما لم تكن 6 أو 8؟ وهكذا في رمي الجمار ترمي هذا المكان المخصوص، ما الفرق بينه وبين غيره من الأمكنة؟ هذا مقام التسليم لأوامر الله، سمعاً وطاعة، سمعاً وطاعة، سمعاً وطاعة. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول رب العزة والجلال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نحن نجزم بأن الله لم يفرض علينا شيئا إلا فيه مصلحة، لكن المصلحة في بعض الأوامر قد تخفى علينا من باب الاختبار من الله لنا. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا جاء النص سمعا وطاعة، نعلم أنه الخير، ولكن لا يلزم للعمل بأفراد هذا أن يكون معلوم المنفعة. إنما يؤتى الناس في عقائدهم بسبب عدم التسليم لأوامر الله. لو كان عندك عامل إذا أمرته بأمر قال أنا لن أنفذ أمرك إلا إذا فهمت ما فيه من المصلحة، فهذا العامل عامل جيد أو عامل رديء؟ أجيبه، جيد رديء. فهكذا أنت إذا كنت لا تقبل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعرف حكمته فأنت عابد رديء. إنما عملت بهذه الأمور لمصلحتها لا لإرضاء رب العزة والجلال. وهكذا من المعاني القلبية العقدية الإخبات والذل والخضوع لرب العزة والجلال. ما هي حالتك في صلاة التراويح عندما تصليها في المسجد مع الإمام؟ خضوع وخشوع. وحينئذ نزرع هذا الخشوع في قلوبنا
ابتداء من الموسم الفاضل، موسم الحج. ومما نستفيده من رحلة الحج فيما يتعلق بأمور المعتقد أن نفرد الله بعباداتنا. لماذا تصلي؟ لماذا تصلي؟ طاعة لله، بارك الله فيك. تريد ماذا؟ نريد إرضاء الله والحصول على الجنة، أليس كذلك؟ وهكذا تدعو الله ليرضى الله عنك. صحيح أن تقول عطني اللهم أعطني 1000 جنيه، ولكن أنت لا تريد ذات 1000، وإنما تريد أمرا أكبر، ألا وهو أن ترضي الله. فإن الله يرضى عن العبد عندما يسأله، بالتالي أنت تسعى لاستجلاب مرضات رب العزة والجلال. ونحن نوقن ونجزم بأن من دعا الله وكانت عنده أسباب الإجابة فإنه سيستجاب له لا محالة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا معنى من معاني المعتقد الذي يظهر ويتجلى في موسم الحج. الباب بينك وبين الله مفتوح، تستشعر أنه مفتوح، أليس كذلك؟ تستشعر أنه مفتوح، وبالتالي لا تحتاج إلى دعاء أحد من الخلق، إنما تدعو الخالق جل وعلا. فإذا كنت لا تصلي إلا لله فهكذا لا تدعو إلا الله. وانظر في يوم عرفة، ماذا تفعل في يوم عرفة؟ تجلس خاضعا ذليلا لله، تعرض حوائجك الدنيوية والأخروية على رب العزة والجلال. وقف صلى الله عليه وسلم من بعد الزوال إلى غروب الشمس على دابته، ما جلس، مجرد الجلوس ما جلس. أنت في دعائك تدعو الله، وهكذا في بقية عباداتك تكون مع الله ولله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليفردوا الله بالعبادة ولا يصرفوها لأحد سواه، ولا يصرفوها لأحد سواه. في عرفة من تدعو؟ جيبوا، ادعو الله. لمن تصلي؟ لا. لماذا تترك المحرمات والمعاصي؟ طاعة لله. لابد أن نستشعر هذا المعنى. وإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نحفظ أنفسنا من مخالفة أمر الله، علينا أن نحفظ أنفسنا من مخالفة أمر الله.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. تحفظ الله في ماذا؟ في أربعة أشياء: أولها الشرك، فلا تصرف شيئا من العبادات لغير الله، لأنه من يشرك فقد خرج. كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وثانيها البدعة. ما هي البدعة؟ الطريقة المخترعة في الدين غير الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نتركها؟ طاعة لله، لأن الشرع لا يثبت إلا من طريق هذا النبي، وبالتالي لا يحق لنا أن نخترع عبادات جديدة على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. من جاءنا يريد أن يعبد الله بعبادة جديدة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: قف قف قف، سيذهب عملك هباء منثورا، لأنه ليس على طريقة السنة، ليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن جاءنا وأراد أن يقسم البدع إلى بدع حسنة وسيئة، قلنا: هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وأما الأمر الثالث فهو الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي. وأما الأمر الرابع، الرابع ولا الخامس؟ الرابع. الذي نتركه ما لا ننتفع به في آخرتنا، وبالتالي قد نبذل من أموالنا ما ينفعنا في الآخرة، وقد نبذل من مهجنا وأنفسنا ما ينفعنا في الآخرة. ومما يؤمر المؤمن باجتنابه أذية الخلق. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هكذا من المعاني القلبية التي نستفيدها في هذه المواطن المسارعة في الخيرات. المسارعة في الخيرات، كلهم يتسابقون في طاعة الله، فيورثك ذلك استعدادا لآخرتك وتحقيقا لطاعة ربك. ليس هذا بالأمر السهل أن تصفي قلبك، بل آثاره عظيمة النفع. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقتصر في دعوته 10 سنين على تصحيح أمر المعتقد، حتى فرضت الصلاة في السنة العاشرة.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كان من دعاء المؤمنين في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذلك يحذر الإنسان من أن يزيغ قلبه، ويكثر من دعاء الله أن يثبته على دينه. قال تعالى عن المنافقين: انصرف الله قلوبهم. إذا انصرفت القلوب عن الطاعة والخير فحينئذ يتمكن الشيطان منها. إن من معاني المعتقد التي نستفيدها في هذه المواطن استحضار معاني الأسماء والصفات وامتثالها في الأقوال والأفعال. فلله أسماء عديدة تستحضر هذه الأسماء وتتوسل إلى الله بها، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون إيش ما كانوا يعملون. فأنت في هذه المواطن تكثر من ذكر الله ومن أسماء الله وصفاته وتستشعر ما فيها من المعاني. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شعائر الطاعة في هذه المواطن إنما أقيم لذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، بحيث يمتلئ قلبك من معرفة أسمائه وصفاته واستشعار ما يتعلق بعملك منها. إن من المعاني العظيمة التي اشتمل عليها الموسم معنى الندم على ما مضى، نتذكر الذنوب والمعاصي في الأيام الخوالي فنندم: يا أخي ليش عصيت الله؟ ليش عصيت الله؟ لماذا عصيت ربك؟ ويبدأ كل واحد منا يفكر في نفسه فيجعله يندم على ما حصل منه. والندم طريق من طرق الطاعة، بل هو لب التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وكما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وكما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
إنه هو الغفور الرحيم. نندم على ما حصل، لكن هنا إشكال، وهو أن بعض الناس يقدم على المعاصي والسيئات لا يعلم أنها كذلك، لا يعلم أنها كذلك، وتجده بل بعض الناس تجده يقدم على المعصية ويظن أنها من طاعة الله، وقد يجد من تمويه الشياطين ما يكون كذلك. نضرب لذلك أمثلة، واضح كلامي؟ نضرب له أمثلة. تشغل مجالسنا بالحديث في معايب الآخرين حتى يصل الأمر إلى الكلام في معايب الموظفين والوزراء والعلماء والملوك، أليس كذلك؟ فنجد أن عدداً من المجالس تشغل بالكلام في معايب فلان وفلان، ويظن بعضهم أن ذلك من الطاعة وأنه من الاهتمام بدين الله، وهو في الحقيقة معصية لله، غيبة محرمة تدخل في قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهكذا من نماذج ذلك أن يستمع لذلك الحديث ويغفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. يقول الجلوس الاستماع لهؤلاء حسن خلق، لا والله سوء خلق. الواجب إذا استمعت مثل هذا الحديث أن ترده وأن تخوف المتكلم من الله. وهكذا في السحر نجد أن بعض الناس يظن أن ذلك السحر مما ينتفع به، والله تعالى يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهكذا نجد أن بعض الناس يعلق تمائم ورقى على بدنه يظن أنها تنفعه وتكفيه الشر والسوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له. ولما وجد شيئا من القلائد على إنسان قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، أي أحتمي بها من الواهنة نوع من الأمراض، قال: إنها تزيدك وهناء. وهكذا نجد أن بعض الناس يتوجه إلى بعض المخلوقين بدعاء وطلب وسؤال لا يقدر عليه إلا الله، مهما بلغت درجة العبد من الولاية ومن الصلاح فإنه لا يحق له أن ينازع الله فيما اختص به. علم الغيب لا يطلع عليه إلا الله، إحياء الموتى لا يقدر عليه إلا الله، ومن ثم لا يجوز أن نصرف الدعاء لهؤلاء مهما بلغت رتبتهم في دين الله ومهما وصلوا إليه من الصلاح والاستقامة. المقصود أننا ينبغي بنا أن نستثمر موسم الحج لنجعله مصححاً لحياتنا كلها، وأول ذلك وأهمه في أمور المعتقد التي هي الأساس في دين الله والتي كان يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها. وقد ذكرنا نماذج ذلك في الخوف من الله وفي رجاء الله وفي اعتقاد أن الله هو النافع الضار وفي
صرف العبادات لله من دعاء وصلاة وغيرها. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الحج، وأسأله جل وعلا أن ييسر أموركم فيه، وأن يجعلكم ممن يستفيد منه ما يغير حياته ويصحح مساره، كما أسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يؤلف ذات بينهم. اللهم يا حي يا قيوم، أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم يا حي يا قيوم، مكنا من أداء الصلوات مع الجماعة. اللهم اجعلنا ممن يتصل بك في صلاته وفي دعائه. اللهم اجعلنا ممن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. اللهم يا حي يا قيوم. هذا والله أعلم، صلى الله